أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن التجربة المصرية الناجحة استطاعت أن تتجاوز أشياء كثيرة على صعيد تعزيز التسامح الديني والإنساني. جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وقد أثار حديث وزير الأوقاف بالأمم المتحدة عن تجربة مصر في التسامح الديني ردود فعل دولية إيجابية واسعة. من جانبه عبر ممثل الفاتيكان عن أمله في أن تعم التجربة المصرية العالم كله وأن تعبر حدوده، كما أشاد ممثل مجلس الكنائس العالمي بالتجربة المصرية موجها الشكر إلى مصر على دورها في تعزيز التسامح الديني. من جانبه دعا موتران سويسرا وجنوب فرنسا العالم كله للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الفريدة في تحقيق المواطنة المتكافئة واحترام الإنسان وحرية المعتقد.